لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم من الموضوعات المقررة للقراءة النصف الثاني من العام الدراسي 2012-2013 للصف الثاني الثانوي، وهو موضوع بعنوان أصالة القصة العربية. أحبائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم خير الناس. أحب في بداية المحاضرة أن أتكلم عن فن القصة. هو فن مخصوص، وهنا نتحدث عن القصة الطويلة أو الرواية، هو فن معروف في الأدب العربي قرون، ولكن المستشرقون كانوا كثيرا ما يشيعون بأن القصة العربية لا وجود لها. لذلك أتى القصاص العظيم محمود تيمور فكتب هذه المقالة ليؤكد لنا أن القصة العربية أصيلة، وأن لها جذور عربية، وأننا إذا لم نستوحي أو لم نقرأ قصة من قصص الغرب كنا نستطيع أن نقدم قصة عربية بموروثات عربية ومقتبسة من بيئتنا، ولاستطعنا أن ننشئ هذا الفن بمقدرتنا الروائية الفطرية. فنحن أمم مفطورة أو على الفطرة نحب القصة ونهواها. هذه مقدمة أحبائي ربما قد تسهل الأمر. فالقصة العربية الحديثة نتجت من خلال المراحل المتتالية، والتراث العربي القديم فيه كثير من القصص التي ترجمناها، وفيها كثير من المقامات الحريرية، وفيها قصص أيضا دلالة، وفيها أيضا الأشياء التي تدل على الأمثال والحكم، فهذه تعتبر قصص أيضا، وكانوا قديما ما يعبرون عن ذلك ويقولون كان يا مكان يحكى أن قال الراوي يا كرام، وهكذا إلى أن بدأت القصة تتحرك في ميراثنا العربي. وقرأنا أيضا رسالة الغفران والتوابع والزوابع لابن شهيب الأندلسي، ومحاكاة الجن للإنسان لإخوان الصفا، وحي بن يقظان لابن طفيل، وهكذا قصص تدل على أن الأدب العربي كان يعرف القصص. وألف ليلة وليلة وسيدة عنترة والقص الشعبي كله خلاصة أسمار وأقاصيص وأساطير، كان القاص الشعبي كان يطلق لسانه ويحكي للناس، وقد شهد على ذلك مؤرخ وقصاصي وقصاص الغرب ومنهم جوستاف ليبون. إذن القصة في الأدب العربي معروفة خاصة في العصر الحديث، ويرجع إنكار المؤرخين والنقاد لوجود القصة في الأدب العربي إلى أنهم وضعوا نصب أعينهم القصة الغربية في صياغتها وإطارها المرسوم، فكانوا يتخذونها مثالا يحتذى به. فإذا لم يسر أحد على هذه الطريقة في كتابة القصة فلا يعتبرونه كاتبا من القصة أو عنده رصيد من القصة. إذا القصص الغربي بالنسبة لهم هو الأساس، ولكن نحن في مجتمعنا العربي نختلف كثيرا عن نفسياتهم وعن طريقتهم في فن القصة، ولكن عندنا القدرة على خلق قصة من وحي أدبنا العربي ومن وحي ثقافتنا وأصولنا الموروثة. إذا حتى لو لم يظهر أو لم تظهر القصة بشكل كبير في العصور بشكل الذي يساوي الغرب كما زعموا، إلا أنه كان من الممكن أن نظهر فن قصصي. لذلك أحبائي نبدأ بالأسئلة في سين وجيم. فنقول أولا، السؤال الأول، على ما استقر رأي النقاد في القصة العربية الحديثة؟ استقر على أن القصة العربية وليدة مراحل متعاقبة في القرن الماضي، بدأت بالترجمة، بدأنا نترجم عن هؤلاء الناس وعن قصصهم،
ثم حاكيناهم ثم بدأنا في الإبداع. إلا أن هذه القصص يعني ثمرت البعث الجديد التي تمخضت عنه صلات الشرق بالغرب. إذا نتكلم عن القصة العربية الحديثة التي ظهرت في نهاية 1800 و 1900. ما مدار القصة في التراث العربي القديم؟ عندنا في التراث العربي القديم القصص الحكمي الذي فيه حكمة، والقصص البلاغي مثل المقامات كما درسنا، والقصص الشعبي مثل ألف ليلة وليلة كليلة ودينا. وكليلة ودينا دي زي تعلم وتعلبة كده، بيحكي قصص وحكايات عن لسان الحيوانات يعني، وفيها حكم وفيها تخرج بالقصة يعني تخرج من القصة بحكمة. والقصص الشعبي مثل ألف ليلة وليلة، ولا يعد هذا نوع من النثر الفني طبعا. لذلك لماذا ينكر الكتاب أن الأدب العربي يخلو من القصة؟ الكاتب اللي هو محمود تيمور هو ينكر أن الأدب العربي في عصوره الخالية لم يسلم في القصة إلا بالقليل أو بالنذر اليسير الذي لا يثمن ولا يغني. فالقصة الفنية في صياغتها وإطارها دخيلة عليه، ناشئة فيه، لا أنساب لها في الشرق ولا استمداد لها من الغرب. لذلك هذه هي المشكلة أو هذا هو الإشكال الذي صنعه الكاتب، أن الأدب العربي لم يسهم في القصة إلا بالنذر القليل اليسير. إذن القصة دخيلة عليه منذ عصوره، لكن ما السر في حظوة القصص الغربي في بيئتنا الشرقية؟ يعني لماذا تجد هذه القوة أو المكانة؟ السر أحبائي أن قلوبنا وأذواقنا قد أشربت حب القصة، وتشربت هذا النوع من القصص الغربية واصطناع مناهجها، لأن الأمة القصصية في الطبع هواها للقصة منجذب وروحها إلى الرواية تهفو. الأمة العربية قصصية بالطبع، فسر ذلك مستشهدا، يعني أعطني شاهدا على أن الأمة العربية طبعها قصصية. طبعا هذا يؤيد ذلك أو يؤيد ذلك هذه القوالب التعبيرية التي صاغها العرب من أمثال يحكى أن قال الراوي كان كان، كل هذه شهادات من المستشرقين خاصة المستشرق الفرنسي جوستاف نوبون الذي يعترف بأن القاص العربي يبلغ في التأثير من سامعيه حدا كبيرا يجعلهم يتفاعلون مع ما يسمعونه من قصص في أدبنا العربي، فقد يبكون أو يضحكون مع أبطال تلك القصص. وهذا ما نقلوه عن أحد السياح حين رأى أبناء الصحراء وهم يستمعون إلى إحدى القصص. إذا جوستاف نوبون له رأي خاص عن موقعه أو موقع القصة أو القاص في الشرق العربي، عندما أنه وجد أن له مكانة رائعة عند المشارقة، وأنه القص يعني في القصة يستطيع أن يؤثر في سمعين فيحولهم إلى بكاء أو إلى الضحك أو إلى غضب أو إلى هدوء، يعني كما لو أن أحسن شعراء أوروبا استطاع أن يفعل ذلك ما استطاع. أهم ميراث العربية من القصص، أهم ميراث العرب من القصص كلية ودمنة ومقامات الهمدانية والحريرية وألف ليلة وليلة وسيرة عنترة ورسالة الغفران المعري ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيب ومحاكمة الجن للإنسان لإخوان الصفا وحي بن يقظان لابن طفيل وغيرها كثير. قصص ألف ليلة وليلة جوهرة الأدب الشرقي ومظهرته الخالدة، وضح ذلك. هذه القصص تحوي كثير من الأسمار والأخصيص التي يحفل بها تراثنا العربي، وقد أفاض فيها القاص العربي من الأخبار والأسمار والأساطير من خياله ومن ذوقه وفنه، فخرجت بين الناس عروسا تبهر العيون لتعبر عن براعة القاص العربي. يتجافى المؤرخون عن أصول الأمثال في أنواع النثر الجاهلي، يعني هم يقولون أن الأمثال ليست قصصا، يعني مثلا ها يعني جزاه جزاء السنمار، أو عندما يقول أو سنمار، أو عندما يقول رجع بخفي حنين، هي هذه لها قصص، هم لا يعتبرون هذه قصص. لماذا؟ لأنها عندهم ليست نصوصا موثوقة أو موثوقا بتعبيرها الدلالة على ذلك العصر،
ولأن أيضا دونت فيما بعد، يعني هي كانت أصلا شفهية، على أنهم حين يؤرخون أدب العصور التالية التي فيها التدوين يغفلون هذا اللون من الأدب القصصي أيضا. ما رأي الكاتب في تعليل النقاد السابق لأصول الأمثال اللي هو مورد الأمثال؟ هذا المورد الذي يعد قصة، لماذا هم يعللون بأن أصول الأمثال التي بأيدينا تحمل صورة من النسل في العصور المتقدمة، وقد عانى العرب بتدوينها في صدر الإسلام، وعني العرب بتدوينها في صدر الإسلام، وهناك كتب أفردت لأصول الأمثال، منها مجمع الأمثال للميداني، جمهرة الأمثال العسكري، وهي في مجموعها ذخيرة قصصية رائعة، تعتبر قصص قصيرة أو طويلة جميلة. فقد كان الأخبار أو الإخباري في عرف القدماء له مفهوم يختلف عن فهم النقاد الجدد له. فسر ذلك. تناقل النقاد كلمة الأخبار والإخباري على أنه يعني السمر والأقاصيص، ولكن الأقدمون يقولون إنه أو القاص حاوت بعبته أو بعبة الإخباريين في مختلف عصور العربية صورا من الحياة الاجتماعية تمثل نفسية الأمة وتجلو نظراتها إلى النفوس وقيم الأخلاق وأسباب. لماذا ينكر البعض على الأدب العربي أن فيه قصة؟ ذلك هذا سؤال مهم أحبائي. ذلك لأننا وضعنا القصة الغربية نصب أعيننا في صياغتها الخاصة بها وإطارها المرسوم لها، واتخذناها المقياس والميزان، يعني كأن الذي يكتب قصة ليست على الإطار المرسوم من الشخصيات والأحداث والمكان والزمان والعقدة والحل والصراع، إذا لم يكتب على هذا المقياس وهذا الزمان، وفتشنا عن أمثالها في أدبنا فوجدنا قد خلا منها أو يكاد، وقد أخطأنا في هذا الوزن والقياس. ذلك لأن القصة، هذا رأي القصاص محمود تيمور، أن القصة في الأدب العربي لها صبغة خاصة وإطار مرسوم نشهد فيها ملامحنا، على الرغم من تعاقب العصور، وإننا نزاوي فن القصة الآن بألوان شتى من وراثات أو موروثات عربية أصيلة، فأعمالنا العصرية تحمل لقاحها من أدبنا العربي العريق ومن قصصنا الشرقي التليد. هكذا يرد محمود تيمور على هؤلاء الذين ينكرون أن الأمة العربية قصصية وأنها لا تستطيع أن تكتب قصة عربية إلا بالطريقة الغربية. إذا لم يعرف أدبنا الحديث القصة الغربية، فرضا فهل كنا نستطيع أن نبدع هذا الفن؟ يرى الكاتب أنه لو كانت خلا أدبنا من عنصر القصة الغربية لما عجزنا أن نخلق القصة من وحي الأدب العربي وحده ومن تراثه في ميدان القصص والأساطير، ولكان هذا الأدب على وفرة مأثوراته، احنا عندنا رصيد، عندنا مأثورات كثيرة، على وفرة مأثوراته القصية، خليقا أن يشق لنا مجرى لقصة عربية جديدة في الطابع والطراز. إذا هو يستطيع أن يثبت بذلك أن اللغة العربية وأن الحضارة العربية قادرة بطبعها على أن تكون منشئة قصة، وأثبت هذا الكاتب أن الفن القصصي العربي الحديث المستمد أساسا من أدبنا العربي القديم يعود بجذوره، لأنه يستطيع أن ينشئ هذا الفن وحده دون النظر إلى الفن القصصي الغربي. من هذه الروايات أحبائي التي وردت في هذا الموضوع يتوهج أي يتوقد ويتلألأ، والقبس الأخذ أو قبس من الشيء أي أخذ منه، أما القبس يأتي معنى الضوء أو النار، وتمخضت عنه أي تولدت عنه، وأعصار هي العصور في أعصاره القادية أو الخالية أي القديمة، والنزر اليسير أي القدر القليل، وليت شعري بمعنى ليتني أعلم أو ليتني أعرف، الحبوة المكان والمنزلة، ويستنشي أي يشم، يتسامى يعلو ومناهجها أي طرقها، وتهفو يعني تحم،
ويروعه يعني يدهشه ويفاجئه، والنواتي البحارة والمنتي والمفرد، والأجراء هو الأجير العامل، ودعاتهم الدعة هي الهدوء أو الدعة هي الهدوء، والسراء أي عكس الضراء وهي النعمة. أيضا من اللغات العباد أي الماء المتدفق الأمواج العالية، والأسمار هي حديث أول الليل المفرد صمت، تختلج أي تتحرك في النفوس، والأمشاج هي الأخلاط، والمشج أو المشيج هو المفرد، يحفل يمتلئ، وبراثم أي مخالب، والمفرد برثم، يغضن الغضن هو الظلم، يتجافون يبتعدون أو يبعدون، وجحده أي أنكره، والحفاوة أي التكريم، والخلال أي الصفات، والمفرد خلة، والوشائج الروابط، والمفرد وشيجة، وتباينت أي اختلفت وابتعدت، والتليد هو القديم، والجمع تلداء، والأعراق هي الأصول، والمفرد عرق، وخليقا أي جديرا. ننتقل أحبائي إلى الجزء الأخير وهو المناقشة. إذا كانت قلوبنا قد أشربت حب القصة العربية واصطناع مناهجها، فلأن الأمة العربية قصصية بالطبع، هواها للقصة منجذب، وروحها إلى الرواية تهفو، مرادف تهفو بمعنى تتحرك أو تميل، ومضاد منجذب متنافر أو مبتعد، والجمل متروكة لحضراتكم. ماذا نقل جوستاف نوبون عن أحد السياح من قول عن أبناء كانوا يستمعون إلى قاص في الشرق؟ يرى جوستاف نوبون أن للقصة مكانة رائعة عند المشارقة، كما أن للقص في الشرق مكانة عظيمة، فهو يؤثر في سامعيه ويحول بكاءهم إلى ضحك، ودعتهم إلى غضب، والدعة هنا أيضا تأتي بمعنى الهدوء، ويجعلهم يضطربون أو يهدرون، ويقول لهم إن تأثيرا أقوى من تأثير شعراء أوروبا، أو إن تأثير هؤلاء كان أقوى من شعراء أوروبا. تحدث مؤرخو الأدب المعاصرون عن القصة في أدب العرب القديم، قال المؤرخون أن ليس في الأدب العربي القديم فن قصة، لأنها نصوص ليست موثقة، هي أتت من الشفهية، وأنها بتعبيراتها لا تدل على هذا العصر، وإنما دونت بعد ذلك كالأمثال والحكم. أحبائي وأعزائي، يبقى أكمل الأدب العربي في عصوره الخالية لم يسهم في فن القصة إلا بالنذر اليسير. أحبائي وأعزائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي، أشكركم على حسن استماعكم، وأدعو لكم بدوام التفوق والتوفيق، كل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أستودعكم الله وفي أمان الله.